السلام عليكم. الخمس تشريع حوثي جديد لجباية أموال اليمنيين، هذا ما ظهر من محاولات الميليشيا لتمرير قانون تشريعي يعرف باسم قانون الخمس، والذي بموجبه سيحصل الانقلابيون على ما يعادل 20% من أموال اليمنيين، خصوصا أنهم ينهبون كل مقدرات وإيرادات البلد. الموضوع الذي كشف عنه البرلمان الموالي للميليشيا الحوثي أحمد سيف حاشد، والذي كشف في صفحته عن توجه الميليشيا نحو تعديل قانون الزكاة وإقراره عبر مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء. فما هي مخاطر شرعنة الميليشيا لمعتقداتها ومذهبها عبر قوانين رسمية، ومآلات تكريس البعد الطائفي لهذه الجماعة؟ وهل أصبح دور البرلمان في منطقة سيطرة الانقلابيين أداة لتمرير فساد الميليشيا وجرائمها؟ والأهم من هذا، هل سيستطيع المواطن المتعب والمثقل بأوزار الحرب وجرائم الميليشيا ونهبها لموارده أن يصمد أمام هذا التجريف الجديد لحقوقه من قبل ناهبي الدولة؟ مشاهدينا الكرام، هذا ما سنناقشه مع ضيفي هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث نبيل البكيري، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. إذن أستاذ نبيل، قبل أن نبدأ نقاشنا حول مسألة الخمس، هذا التشريع الحوثي الجديد ربما لنهب أموال الدولة بطريقة مشروعة كما يظنون، دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. طريقة جديدة لشرعنة النهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، هذه المرة عبر محاولة الحوثيين تمرير إجراء تشريعي يعرف باسم قانون الخمس. الخبر أورده النائب البرلماني أحمد سيف حاشد في صفحته عن قيام الحوثيين بصنعاء بطرح مشروع تعديل قانون الزكاة في مجلس النواب من أجل إقراره لفرض زكاة الخمس على اليمنيين بصورة رسمية. سينال الحوثيين بموجبه ما يعادل 20% من الإيرادات والموارد الطبيعية، 20% سيذهب لصالح قيادات الميليشيا ورموزها باعتبارهم من آل البيت، هذا إلى جانب ما تحصل عليه الميليشيا من موارد الدولة في الجمارك والضرائب والسوق السوداء وغيرها الكثير منذ إسقاط الدولة. يقول متابعون إن مسعى الحوثي من خلال هذا القانون ليس إضفاء شرعية دينية وقانونية لاستنزاف موارد المواطنين فحسب، بل وشرعنة الميليشيا لمعتقداتها ومذهبها عبر قوانين رسمية وتكريس البعد الطائفي لهذه الجماعة، حيث اعتبر مشروع هذا القرار انكشافا للبعد الطائفي للجماعة التي بدأت تشرعن وجهها الطائفي على مجتمع محكوم بالحديد والنار. موجة غضب وانتقادات حادة ظهرت لدى اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي جراء تغول ميليشيا الحوثي بنهب مقدرات المناطق الخاضعة لسيطرتها، فيما بات دور البرلمان في منطقة سيطرة الانقلاب مجرد أداة لتمرير فساد الميليشيا وجرائمها بحق اليمنيين. إذن أستاذ نبيل، قبل أن نتحدث عن محاولات الحوثي لشرعنة قانون نعطيهم الخمس من أموال الدولة، دعنا يعني نتحدث فقهيا حول المسألة. ما هي الخلفية الفقهية والدينية لهذا الموضوع كونك باحث في الفكر الإسلامي؟ مسألة الخلفية الفكرية والثقافية، أنا باعتقادي أيضا أنه يعني الحديث عنها في إطار أنه نتحدث عن ظاهرة اليوم بعد أكثر من 1400 عام، في ظاهرة جدلية فقهية يعني، أيضا وحسمت في كثير من المذاهب الفقهية في أنها مسألة ما غنمتم من غنيمة فلله خمسه وللرسول وللقربى. الآية واضحة وضوحا تاما في مسألة أنه يعني كانت الغنائم في تلك الحرب، والمصطلح ما غنمتم من غنيمة، في الغنيمة هي دلالة على ما بعد المعركة أو ما غنمته من المعركة أو من الحرب، لا علاقة لها بموارد الأمة ولا بأي شيء يتعلق بثروات الأمة. وبالتالي كانت مفهوم الخمس هو مفهوم يطلق على غنائم الحرب التي يتم صرفها بعد ذلك على أقرباء المقاتلين وعلى ذرياتهم وعلى المساكين وعلى ما يتعلق بمقاتلي الحرب. أنا باعتقاد بعد انتهاء هذه الظاهرة، ظاهرة الغنائم وظاهرة الحرب، انتهى مفهوم الخمس تماما، ولم يعد له أي صيغة لا شرعية ولا قانونية ولا فقهية. أيضا حتى مثلا في الأحناف ذهبوا إلى هذا القول، وأنا أستند إليه في هذه العقالة، أن الأحناف قالوا أن يعني زكاة الخمس أو ما يسمى بالخمس هو متعلق بالحرب ومتعلق بزمان ومكان محدد، يعني انتهى بانتهاء فكرة الحروب والغنائم وما إلى ذلك، وبالتالي لم يعد له أي مصوغ شرعي أو فقهي أو مذهبي. أيضا
اليوم أنا باعتقادي أيضا حتى لا نغرق في تفاصيل ما هذه المرحلة أو تلك المرحلة أو جدل الفقهي الذي دار، وهو جدل كله أيضا يعني تم حسمه في صالح انتهاء فكرة الخمس كنصيب دائم في الثروة أو ما إلى ذلك. لكن الأهم والأخطر من فكرة الخمس أنه اليوم إشاعة ظاهرة أو ترويج لمصطلح الخمس هو ليس مقصود به الخمس في حد ذاته عند مفهوم مذهبية أو جمعة الحوثي أو حتى الزيدية. المقصود بالخمس اليوم لا يقصد به لذاته بقدر ما يقصد لغيره، وهو مفهوم الولاية والاصطفاء الإلهي وآل البيت والسادة وما إلى ذلك من المصطلحات التي يراد اليوم تطويعها أو بمعنى تطبيعها في أذهان الناس حتى يسمعوها ويطبع الناس معها على أنها حقائق لا يمكن تجاوزها ويطبع الناس معها ويتعاطى الناس معها إيجابيا. أنا باعتقادي هذه الفكرة يعني بعد 3 سنوات من الحرب ونهب كل مقدرات الدولة ومؤسساتها، وأيضا نهب الناس التجار اليوم الذين تم نهب أموالهم، أيضا طبقات رجال الأعمال الذين تم مصادرة، أو حتى السياسيين أو شيوخ القبائل اللي تم مصادرة أموالهم وممتلكاتهم في العاصمة صنعاء، لم يعد هناك شيء يمكن الحديث عنه فيما يتعلق بحرمة أموال الناس أو حرمة الأموال العامة التي تم السطو عليها من قبل أفراد هذه الميليشيات. اليوم أنا باعتقاد المسألة لا تتوقف عن مسألة الخمس بقدر ما يتوقف الأمر على تمرير فكرة وتعاطي الناس مع فكرة الاصطفاء الإلهي والحق الإلهي في الحكم. بعد ذلك نحن يعني أنا باعتقادي أيضا وأكون يعني صريحا معكم أنه أنا لم أكن يعني أتفق معكم في أن تفتحوا حلقة للنقاش حول هذه الفكرة تحديدا، بالنظر إلى أنه ليست هي المقصودة في حد ذاتها بقدر المقصود تطبيع الناس مع مثل هذه المصطلحات. هذا التطبيع أستاذ نبيل، يعني هناك من يتساءل يعني الدولة بيدهم، مقدرات الدولة بيدهم، نهب هذه الإيرادات كلها معهم، يعني جدوى وجود قانون يعني بالتأكيد حين تعود الدولة سيلغى تماما، يعني هل هي فقط هذه المسألة مسألة التطبيع؟ جانب آخر أيضا في مسألة التطبيع مع هذه المصطلحات أيضا يعني حتى كإجراء شكلي وقانوني وسياسي اليوم، يعني ما تحدث عن برلمان، البرلمان الذي تم الحديث عنه هو برلمان توافقي بموجب المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وما إلى ذلك، وهذا البرلمان تم تعطيله من خلال قرار نقله إلى عدن، وبالتالي لم يعد لهذا البرلمان أي صفة، بالنظر إلى أنه لا يكاد يمثل يعني اليوم لا يمثل يعني أقل من 30% من أعضاء مجلس النواب، لأنه والذين بقوا في صنعاء هم في حكم الأسرى الذين لا يمكن أن يؤخذ بقولهم، بالنظر إلى أنهم تحت الإقامة الجبرية وتحت تهديد السلاح وخاضعين أشبه بأسير ليس له من إرادته شيء أو إرادته الحرة. وبالتالي الحديث عن مجلس النواب وعن اجتماعات وعن يعني نقاش مثل هذه القضايا هو نوع من التطبيع مع هذه الميليشيات وتحويل الحديث معها على أنها سلطة أمر واقع، أنه حتى من يعني وإن كان سلطة أمر واقع أيضا مفروضة في هذه المناطق للتحصيل سيطرتها، المفترض أن لا نتعاطى معها إلا كميليشيات مسلحة متمردة لا 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 سلطة واقع حتى لها، وليس أحد ملزم بما تقوله أو تصرح عنه أو تتعاطى معه، بالنظر إلى أنها ميليشيات انقلابية لا صفة شرعية لها على الإطلاق. نعم، هناك من يقول أستاذ نبيل أن أول من نادى بهذا الأمر هو الزنداني في الفتوى التي ربما يعني عرفت قبل سنوات في مسألة تشريع الخمس للحوثيين. طيب والزنداني حتى على افتراض أنه هو الذي قال به، ما هي مرجعية الزنداني؟ هل هو مفتي؟ هل هو مجلس نواب؟ هل هو شخصية؟ كانت لجنة هيئة العلماء يعني يتحدث عن هيئة يعني العلماء. ليس نعم. هناك بغض النظر يعني المسألة مثلا من الخلافات التي عفى عليه الزمن وتجاوزناها اليوم في مفهوم الدستور والقانون. أنا بعتقد كل الخرافات التي يتم ترويجها على أنها جدل فقهي بين المذاهب هذه تم حسمها مع فكرة الدولة الوطنية، فكرة الدستور والقانون. كل الخرافات التي يتم الترويج لها ويتم إحيائها اليوم بصفتها جدلا فقهيا ونقاشا فقهيا بين المذاهب هذه خرافات حسمتها فكرة الدولة الوطنية وفكرة الدستور والجمهورية والنظام والقانون. أنا باعتقادي ليس هناك أي مرجعية لأي أحد كان، لا للزنداني ولا لغير الزنداني. الزنداني ليس مرجعية اليمنيين،
هو شخص يمني مواطن يمني له ما له وعليه ما عليه من الحقوق والواجبات، وبالتالي ليس مرجعية حتى أنه يتم يعني الحديث على أن الزنداني هو صاحب هذه الفكرة. هذه الفكرة موجودة في تراث في 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 كتب التاريخ، في كتب الفقه الهادوي وفقه الزيدي، وموجودة أيضا في بعض المذاهب السنية، لكن وجودها لا يعني صحة مثل هذا القول. كثير من الأقوال الموجودة في إطار هذه المذاهب تم تجاوزها اليوم بفقه وأفق جديد، وفق الحرية والكرامة، وبالتالي لا داعي مثلا يعني مثل قوانين الردة، قوانين العبودية، يعني كثير من هذه القوانين، قوانين الحرب والسلم التي تم الاشتغال عليها في فترة زمنية نحن تجاوزناها. الفقه تيار الفقه الإسلامي تيار متجدد، يتجدد بتجدد الحياة وتجدد النشاط الإنساني، ليست قوالب نصية ثابتة عند فترة وعند زمن وعند أناس وأشخاص معينة. نعم. إذا نسمح لنا أن ينضم معنا الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد من عدن عبر الهاتف. مساء الخير دكتور أحمد. مساكم الله بالنور والعافية وضيفكم العزيز. أهلا بك. كيف تابعت دكتور ما يحاول الحوثيون إقراره من قانون الخمس وما إلى ذلك؟ أولا احنا قناعة شخصية بأنه الحرب التي شنها الحوثي في اليمن هي حرب سياسية بامتياز مغلفة بغلاف ديني ومذهبي. نعم. وهو يعلم يقينا أن الشعب اليمني شعب مسلم، وأراد أن يدغدغ عواطف اليمنيين بما يسمى بالمسيرة القرآنية التي نسف كل مقوماتها ودعائمها. وكل يوم نحن نسمع بفاجعة غير فاجعة الحرب التي يشنها على اليمنيين. كان قبل فترة عمل هيئة فتية أو دار إفتاء، هذه كانت دار سلالية من منطقة واحدة ومن سلالة واحدة، وقد أصدرنا بيان في حينه. ثم نتفاجأ اليوم أنه يجمع من تبقى معه من موالي أعضاء مجلس النواب ليفرض على الشعب اليمني ما يسمى بالخمس أو خمس الخمس، وهو قد أخذ الخمسة الأخماس كلها، قد أخذ الشعب اليمن كامل. وإنما يريد أن يجعل لطائفة من اليمنيين مزية تختلف عن بقية الشعب اليمني. ونحن لم نخرج في 26 سبتمبر وفي 2011 إلا من أجل الحفاظ على النظام الجمهوري الذي ساوى بين الكل، لم يبقي لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى، تساوى الناس والواجبات مع القانون. وحتى ما سطرناه في مخرجات وفي مسودة الدستور الذي كنت وقفنا ضد ما يسمى بالخمس وقفة قوية جدا. هذا الموضوع الخمس، هذه كلمة حق وردها باطل وغير مقبولة، يعني نعم في المواد الدستورية. كونك دكتور نعم، كونك عضو لجنة الدستور في هل هناك مواد دستورية تحمي المجتمع من هذه التحايلات؟ اطلاقا كانوا يريدوا ان يضعوها في فريق بناء الدولة، ووقفنا ضد هذه المادة. كان يطرحها احمد عقبات الذي الان هو وزير عدل الانقلابيين، وطرحوها ايضا طرحها ممثل الحوثيين في لجنة صياغة الدستور، ووقفنا له بالمرصاد وقلنا له لا تمييز. اليوم الناس سواسية امام القانون والشريعة الإسلامية، فتحت المجال في كثير من قضايا الاجتهاد وما يسمى بموضوع الخمس. هذا لما كان زمان بيت مال المسلمين منتظم وكان هناك خليفة. نعم، يعني إذا على العكس دكتور، أنا في بلد جمهوري يختلف تماما. نعم، إذا هل وضعتم قوانين تحمي المجتمع من مثل هذه التحايلات أو مواد دستورية؟ نعم، أكبر قانون أن المواطنون والمواطنات سواء بسواء في الحقوق والواجبات أمام الدستور والقانون. جميل. هذا نص عام تسقط أمامه كل هذه الفوارق، سواء ما يسمى بمزية الأفضلية أو مزية الخمس الذي يرددونه. وبالتالي أنا حتى قناعتي أكبر من هذا، أنه ما يسمى بآل البيت هي أمة محمد كلها، لا تقتصر على أسرة ولا على طائفة ولا على جماعة. قال نشوار بن سعيد الحميري: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. وبالتالي إذا جلسنا في هذا العصر ونحن في القرن 21
نردد مثل هذا الاسطوانات المشروخة التي تجعل الشعب اليمني مقسم إلى طبقتين، طبقة حاكمة وطبقة خادمة. هذه انتهت في مؤتمر الحوار، انتهت في مجلس الدستور، والذي قامت من أجل الحرب أن يتساوى الناس أمام الدستور والقانون. والحوثي يريد أن يعيدها جدعا من جديد، ولا يمكن أن يتم ذلك بعد هذه الأنهار من الدماء. نعم، إذن هل هناك مخاطر لهذا الأمر على مستقبل اليمنيين دكتور؟ هو المخاطر أنه يزعم أن مجلس النواب سلطة تشريعية، ومجلس النواب أولا لم يكتمل النصاب، اثنين أن الخوض في هذه القضية مخالف للدستور والقانون، لأنه حتى الدستور النافذ الآن لا يبر بهذه الترهات التي تطرح الآن، يطرحها الحوثي، ما يبر بها أصلا. فبالتالي سقوطها شرعا وسقوطها قانونا وسقوطها دستوريا وسقوطها شعبيا غير مقبولة مثل هذه الفوارق، ونحن في هذا الوضع الذي يمر به البلد، ونعلم يقينا بأن الوضع تغير تماما من نظام كان موجود في عهد الخلفاء الأربعة إلى نظام اليوم 60 دولة، كل دولة لها نظام معين ديمقراطي يحكمها. يجب أن 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 تصحو العقول الجامدة التي تتعامل مع مثل هذه المفاهيم. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، لو تحدثنا عن الأبعاد التاريخية لمثل هذا الإجراء في ماضي اليمنيين، ما الذي يشتره مثل هذا الموضوع؟ الأبعاد التاريخية لا شك أنه مسألة يعني الفقه المذهبي الطائفي الذي كانت تستند عليه فكرة الحاكمية السياسية للزيدية السياسية والهاشمية السياسية عموما، هي كانت تقوم على مثل هذه الأفكار الخرافية التي من خلالها استطاعت أن تروض عامة الناس وأن تدعي حكما إلهيا، من خلال هذا الادعاء استطاعت أن تفرض نصوصا فقهية ومذهبية على أساس أنها ثوابت من ثوابت السماء، وأنه لا يمكن الجدال والنقاش حولها. فكان يتم نهب أموال ومقدرات الناس من خلال الحديث عنها مثل هذه النصوص التي يتم تفسيرها وتكييفها حسب صاحب الشأن أو صاحب المصلحة من ذلك. وبالتالي حولوا، إذا كانت يعني أن نستغرب عن استخدام مصطلح الخمس اليوم أو حتى في القديم، بينما لا نستغرب مثلا عن استخدام مصطلح أهل البيت. من أكذب المصطلحات في تاريخ الفقه الإسلامي هي مصطلح آل البيت من عدة أوجه. أولا الوجه اللغوي، وهو الوجه الذي لم تقله العرب على الإطلاق، لم يعرف عن العرب أن أضافت آل إلى غير العلم على الإطلاق. كل الآيات القرآنية، كل مدلولات النصوص والأشعار وما ورثناه عن العرب، لا يجمع العرب، لا يضيف العرب الآل إلى غير عاقل. يعني مثل آل عمران، آل إسرائيل، آل إبراهيم، آل، يعني لا يمكن أن يقول آل البيت، آل الحجر، آل الشمس، آل القمر. هذه من الأشياء والمغالطات التي لا يمكن أن تمر على إنسان بسيط ومطلع بسيط على اللغة العربية، فضلا عن اصطدام مثل هذه المصطلح مع صريح القرآن وآياته. يعني أهل البيت يعني هم نساء البيت، الزوجات والأمهات والبنات، يعني أهل البيت، أهل البيت. بل تطلق في لغة العرب على الأهل، تطلق على الزوجة. يعني وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، من هي الأهل في هذه الآية؟ الأهل هي زوجته التي كان معها في الصحراء. يعني هذا القرآن يستدل من صحيح لغة العرب. وبالتالي مثل هذه المصطلحات التي تم تخليقها وتم أيضا استخدامها بطريقة غبية وساذجة يعني ومكشوفة، تم ترويجها فترة من الزمن، وتم احتيال ونصب وسرقة الناس تحت مثل هذه المصطلحات. فمن يكذب على الله ويحرف مفهومات اللغة يعني الواضحة بالضرورة ويحولها ويحورها إلى تفسير عائلي وطائفي وأسري وسلالي لنفسه، فليس غريب عليه أن يحرف كل ما بعد ذلك كل ما شاء. يعني إذا كانت جدلية آية الخمس يعني وتفسيراتها التي تم تكييفها مع فكرة الإسلام الأسري العائلي السلالي، فكيف بنا
أمام مصطلحات أخرى يعني. نعم، لكن يعني مثل هذه المصطلحات ومثل هذه الممارسات أستاذ نبيل، يعني تم ممارستها على اليمنيين آلاف يعني مئات السنين إن صح لي القول، وربما انطلت على الكثير من اليمنيين وتعايشوا معها. ويعني طبعا أيضا حتى يعني الإشكالية نحن في التراث اليمني يعني، وهذه إشكالية نخبة ما بعد سبتمبر. هذه النخبة التي ستتحمل الوزر الأكبر في ضياع نضال اليمنيين. يعني حينما نأتي مثلا حينما نقول إنه يعني الزيدية فيما يتعلق بحكمها اليمن، لم تحكم الزيدية اليمن بعمومه الطبيعية تاريخيا على الإطلاق. هذه من الكذبات التي تم ترويجها وتم التطبيع معها على أنها حقائق. يعني مثلا على سبيل المثال، الزيدية ظلت معتكفة في صعدة أكثر من 800 سنة. كانت تمتد الدولة الزيدية الإمام ما يسمى بالإمام الهادي حقهم يحيى بن حسين الرسي، هذا الذي الغازي الأكبر صاحب مصطلح الهادوية الذي أسس المذهب الهادوي في اليمن، أتى إلى صعدة واستقر بها كعالم يدرس الناس يعني كفقيه، استقر بصعدة كل حياته. بعد ذلك أراد الانتقال إلى صنعاء تحت مبرر الصلح بين قبيلتي آل الدعام واليعفوريين في صنعاء الذين كانوا يقتتلون في صنعاء في 902 للميلاد للهجرة، عفوا للميلاد في حدود 284 هجرية. ذهب إلى صنعاء فالتقى به آل الضحاك فهزموه هزيمة نكراء في بني حشيش، ولم يصل إلى صنعاء فقفل عائدا إلى صعدة. كل ما حكمه كل في التاريخ يعني كما يدون التاريخ، يعني لم يستطع أحد من 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 أئمة الزيدية حكم اليمن إلا شخصية واحدة، وهي شخصية المتوكل على الله إسماعيل، هذا الصنم الذي كفر اليمنيين بفتواه الشهيرة ورسالته الشهيرة التي أرسلها تحت مسمى إرشاد السامع إلى جواز نهب أو أخذ أموال الشوافع. هذه الرسالة الشهيرة التي ينبغي اليوم أن يعتذر أئمة أو يعتذر علماء الزيدية عنها، التي تبقى وصمة عار في جبين هذا المذهب حتى قيام الساعة ما لم يعتذروا عن هذه الفتوى التي صاغها المتوكل إسماعيل. حكم المتوكل إسماعيل اليمن إلى حدود حضرموت 15 عاما فقط. بعد ذلك بوفاته انحشرت أو انزوت الدولة الزيدية وعادت، لم تعد فقط إلى صنعاء، عادت جذورها إلى صعدة واستقرت بصعدة. حديثا حينما جاء العثمانيون وحكموا اليمن العثمانيين أكثر من 200 سنة في الفترة الأولى 95 سنة نعم، وفي الفترة الثانية 49 سنة، يعني قرن ونصف من الزمن. قبلها المناطق الشافعية لم تكن تحكم من قبل الزيدية، كان يعني مثلا الدولة الرسولية حكمت أكثر من 200 سنة، الدولة الصلاحية أيضا حكمت، اليعفوريين الزيادين كل هؤلاء حكموا اليمن. الزيدية حكمت في حدود مربعها الذي ظلت فيه مستقرة وهي صعدة، لم يخرج من حدود صعدة سوى المتوكل إسماعيل الذي حكم اليمن. حينما قال انسحب العثمانيون وسلمت السلطة بالتوافق مع البريطانيين، وهذه المعلومة التي يجب أن تقال، حينما انسحب سعيد العثماني الوالي العثماني الأخير اليمن سعيد باشا وأراد الخروج بقواته من عدن، لم يسمح له البريطانيين بالخروج من عدن قبل أن يسلم السلطة للإمام يحيى في صنعاء في اتفاق سري بين الإمامة وبين الاستعمار البريطاني من أجل السيطرة على المناطق الشافعية، وبالتالي حصلت النكبة التي حصلت بأن عادت الزيدية مرة أخرى وسيطرت بالانقلاب وبالخديعة على تعز حينما تم أسر قادتها وسجنهم في صنعاء في سجن حقة أو سجن نافع لأكثر من 20 عام من عام 1919 إلى عام 1948، النعمان وصادق باشا والعديد من 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 رجالات تعز الذين رفضوا الإذعان لسلطة الإمام الإمام يحيى في صنعاء. وبالتالي من هذه المغالطات التي يتم اليوم ترويجها أن الإمامة حكمت اليمن ألف عام، هذه أكبر غلطة يقع بها المتابع والإنسان البسيط أو حتى الذي يدعي أنه مثقف ويقول أن الإمامة حكمت اليمن أكثر من ألف عام، هذه كذبة كبيرة لا يمكن أن يعني أمام المعلومة وأمام التحليل الحقيقي والقراءة الدقيقة للتاريخ لا يمكن أن تصمد مثل هذه المقولات. لكن في إطار هذه الإشكالية التي يتم الترويج لها أيضا يتم اليوم عادة نفس هذه المسمى، ونحن كنا حاكمين قبل
ويجب أن تطبعوا مع هذه المصطلحات آل البيت والسادة والعكفة والعبيد، يعني فهذه المصطلحات القذرة التي ترسبت أو التي أتت إلى المفهوم الثقافة الشعبية في اليمن، هذه من نتائج وجود هذه الفكرة السلالية الخبيثة التي يجب أن تجرم دستوريًا اليوم. أنا باعتقادي أي دستور في اليمن يجب أن ينص نصًا صريحًا واضحًا على تجريم مثل هذه الأفكار، من ضمنها فكرة الهاشمية السياسية. هذا المدخل الحقيقي لعلاج مثل هذه القضايا، والنقاش لا يجب إلا أن يكون نقاشًا سياسيًا، ليس نقاشًا فقهيًا، لأن الزيدية في حقيقتها زيدية سياسية ليست مذهب فقهي، هذه مذهب أو نظرية سياسية حولت المذاهب الفقهية أو المذهب الزيدي الحنفي، وهي عبارة عن خليط بين عقائد المعتزلة وأحكام الأحناف، حولوها إلى نظرية سياسية ترتكز على مفهوم أحقية آل البيت في حكم الناس وتفسير النص الديني. وبالتالي أنا باعتقادي هذه من المغالطات أو من الأشكاليات الخطيرة التي نتوارثها في الثقافة الشعبية اليمنية على امتداد التاريخ القريب والحاضر. نعم، إذا أستاذ نبيل، أنت أستاذ المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني نعود للسؤال، يعني ما هي فائدة هذه المحاولات إذا كان الحوثيون الآن يأخذون كل الأموال ولم يبقوا منها أي شيء؟ يعني ما مدى الاستفادة الذي سيستفيدون منها؟ هل يمكن أن تشرعن أيضا مسألة الغنى الذي سيحدث، الأموال التي سينهبونها؟ ما هي القيمة الحقيقية؟ أنا أكرر ما قلته بداية، أن المسألة لا تتعلق باستئذان اللص أن يسرق من أحد شيئا ما. هم ليس بحاجة إلى تشريع، وليس بحاجة أيضا إلى أن يستأذنوا أحد، فقد أخذوا الجمل بما حمل، يعني أخذوا البلاد مقدراتها وثرواتها. القصة باختصار تكمن في تطبيع الناس مع مثل هذه الأشكالية. لكن يعني نعم، إذا يعني ربما منذ أن أضيع الخبر قرابة 4 أيام تقريبا اليمنيون يشنون هجمات سخرية واستنكار لهذا الأمر، هل تعتقد أن المجتمع أصبح واعيا لمثل هذه المغالطات، أكيد مثل هذه المصطلحات، يعني وناضج بما يكفي لمعرفة حقوقه المدنية؟ بالتأكيد أنا باعتقادي مثلا فيما يتعلق بالوعي الاجتماعي والوعي الفكري والثقافي الموجود اليوم لدى الناس، أصبح وعي كبير جدا، يعني لا يمكن أن تنطلي عليهم مثل هذه المصطلحات. لكن هي الإشكالية تكمن في نسبة تداول هذا إعلاميا، تداول مثل هذه المصطلحات، حتى يعني يمكن الناس أن 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 تنساق في التطبيع السلبي مع مثل هذه. يعني قد يكون هناك تطبيع إيجابي من حيث النقاش للكشف إشكالية مثل هذه الخرافات، لكن التطبيع السلبي أنه خلاص يعني تؤمن أو تسمع بهذه المصطلحات ولا تثير فيك الغريزة أو الفطرة النقية في 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 مواجهة مثل هذه المغالطات والخرافات. يعني إذا كان التطبيع من قبيل التطبيع السلبي الذي يغض النظر ويغض الطرف ويسكت، أنا باعتقادي هذه من أهم ومن أخطر الأشياء التي ممكن أن تمرر من خلف إثارة مثل هذه القضايا، إنه الناس خلاص يعني تصبح تسمع في الإذاعة في التلفزيون في هذه الأفكار خلاص. نعم، إذن فتطبع يعني معها سلبيا. لا، المجتمع الذي نتحدث عنه أستاذ نبيل، يعني الذي رفض هذه الأفكار ربما ظهر لنا من خلال مجتمع الفيسبوك، ولكن المجتمع البسيط الذي لا يظهر للناس ربما هو الأكثر يعني مساحة والأكثر عددا
والذي يقع ذاتا يعني تحت سيطرة الحوثيين وتحت سيطرة يعني إعلامه وضخ معلوماته وأئمة جوامعه. يعني يكفي أن يستشهد إمام الجامع بالآية القرآنية ليذهب المصلي لصلاة الجمعة وهو مقتنع أن فعلا آل البيت لهم الأحق. أنا باعتقادي تجربة 3 سنوات من معايشة مثل هذه الميليشيات الانقلابية الطائفية أصبحت أو كشفت للناس كثير من الأشياء والأشكالية التي كنا نتحدث عنها كنخب ونشنع عليها ونحاول تصحيحها يعني كنا يعني نستميت في 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 كشف عوار مثل هذه الأفكار الطائفية الخرافية التي الكهنوتية التي يتم الاشتغال عليها في إطار هذه المجتمعات أو في إطار الحاضنة الاجتماعية لمثل هذه الفكرة. اليوم بعد 3 سنوات أو 3 سنوات من الحرب والتطبيق العملي لمفهوم الإمامة الزيدية وكل متداعياتها وكل ما يتعلق بها من أوهام ومن خرافات، اليوم الناس أصبحت تدرك حقيقة ماذا تعني الزيدية وماذا تعني الإمامة، ماذا تعني الهاشمية السياسية، ماذا تعني هذه الخرافات. الناس حتى وإن غض الطرف عن مثل هذه الممارسات بحكم سلطة الأمر الواقع القهرية التي تدمر كل شيء أمامها من أجل إجبار الناس على التعاطي معها أو غض الطرف عنها، أصبح الناس عندهم إدراك ووعي تقي يعني عميق جدا. إذا كانت مثل هذه الأفكار استفزت مجموعة من النخب في ثمانينات في أربعينات القرن الماضي وخمسينات وستينات القرن الماضي واستطاعت أن تدفع بمجموعة من النخب إلى إحداث ثورة من أعظم الثورات في تاريخ اليمنية، ثورة 26 سبتمبر، أنا باعتقادي اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، الفضاء المفتوح، لم يعد الفكر، لم تعد الفهم، لم يعد الوعي حكرا على نخبة معينة. اليوم أصبح كل من يمتلك جهاز موبايل يمتلك من الوعي ويمتلك من مصادر الثراء والمعلومات ما يغنيها عن كثير من النخب وعن كثير من القراءات والإطلاعات. هذا الوعي الذي اليوم يتشكل، وجه الوعي الاجتماعي اللي يشكل وسائل التواصل، هو وعي كفيل بأن يقف حاجز صد أمام التطبيع مع مثل هذه الخرافة ومثل كل ما يتعلق بمفهوم أو نظرة المذهبية الزيدية والهادوية للعلاقة بين الناس والحاكم والمحكوم وفكرة الكهنوتية التي يراد تصديرها اليوم تحت مثل هذه المصطلحات ومثل هذه الأوهام التي يتم ترويجها اليوم. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الأستاذ حسام السعيدي الباحث الاقتصادي من أنقرة. مساء الخير أستاذ حسام. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ حسام. تحضيرات لتشريع قانون يعطى من يسمون أنفسهم بالهاشمين 20% أو ما يسمى بالخمس، ما هي تداعيات هذا التشريع اقتصاديا برأيك؟ الحقيقة حينما نتحدث عن الهاشمية أو عن الحوثية فإننا لابد أن نتطرق فعلا إلى موضوع الهاشمية، لأن موضوع الخمس وموضوع اقتطاع والسرقة واللصوصية هي قادمة منذ قدم أو منذ وجود الحقيقة العصابات الهاشمية التي اجتاحت هذا البلد، وبالتالي الحقيقة يجب أن نعرف بأن هناك رافعتان أساسيتان تقوم عليها الحركة الهاشمية، هي رافعة سياسية تتمثل بالولاية ورافعة مالية تتمثل بالخمس. لا يوجد اقتصاد الحقيقة في ظل وجود يعني ما نسميها بالدولة الهادمة. الدولة الهادمة تمثل الحقيقة بوضوح في بوجود الهاشميين على رأس الدولة، لأنها قائمة الحقيقة على 5 مبادئ سأجملها بشكل سريع. المبدأ الأول مبدأ الإقطاع، بمعنى أنه اقتطاع الأراضي، وهذا الأمر ليس ولد اللحظة وإنما عبر فترة زمنية طويلة، اقتطاع أراضي سواء باسم الوقف أو باسم يعني نهب لإقتطاع بشكل عام. الجزء الآخر هو النهب المنظم، رأينا ما تم نهبه البنك المركزي، هذه صورة حاضرة عن الهاشمية تعيد التاريخ نفسه لأنها هي عبارة عن حلقة مستمرة. الهدم نسميها بالدولة الهادمة لأنها حين تأتي الحكم الهاشمي فإنه يأتي معه عوامل الهدم تماما، هدم المزارع، هدم الحياة الاقتصادية بشكل عام. ضيف إلى ذلك الجباية، والجباية بنوعيها الجباية الحربية أو الجباية التي تتم تحت مصطلحات مختلفة، والحقيقة أنه الخمس هو فقط الجزء ربما الأيسر الذي يتم فرضه على المواطنين دائما في ظل الحكم الهاشمي، لأن الجباية الحقيقة لا نستطيع حصر الأسماء التي تخترعها أو يخترعها الهاشميون لجباية الأموال من المواطنين. لديك جباية تسمى الآن في العهد الحديث بالجباية الحربية أو المجهود الحربي، لدينا طبعا أنواع مختلفة تمام كثيرة طبعا من ضمنها الخمس. مشروع الخمس الحقيقة هو
تعزيز وتدمير الحقيقة للعدالة الاجتماعية، وهو بالمناسبة يقف بالضد تماما لفكرة الزكاة. الزكاة التي جاءت لتعزيز الحكم لتعزيز العدالة الاجتماعية، بينما الخمس يحاول تعزيز الحكم الهاشمي وبالتالي التمييز الاجتماعي، وهذا الحقيقة أمر مدمر تماما للفكرة الاقتصادية وللعدالة الاجتماعية. نعم، ما الذي سيستفيده الحوثيون طالما يعني وهم لديهم كل الطرق التي قد استخدموها خلال 3 سنوات، من اقتطاع منه من جباية إلى ما ذلك، ما الذي سيستفيده من إثارة الناس ضدهم باستعادة هذا المصطلح الخمس؟ الحقيقة الهاشميين بهذه النقطة هم لا يريدون فقط فائدة آنية، وإنما هي هذا الحكم هو قوننا أو شرعنا لحالة من اللصوصية، يعني إضفاء نوع من اللمسات أو المسحة الدينية على ما يقومون به من اللصوصية، وهي أيضا الحقيقة وسيلة لكسب المزيد من الأموال. الحين قبل فترة مثلا كان لدى الحوثيون مجموعة من العناوين العريضة التي تم من خلالها تحصيل الجبايات، من ضمنها المجهود الحربي، من ضمنها يعني دعم لا أعرف دعم بنك مركزي، دعم وزارات، وهناك أشياء مختلفة من خلالها فرض جبايات. الآن سيكون هناك فرض عملية جديدة لن تصل فقط للأنشطة التجارية وإنما للأنشطة المختلفة بشكل تام، والحقيقة أنه أيضا الحوثيون بهذه الطريقة سيجدون مصدر جديد ولكنه إلى حد ما تقريبا مقونا ويحظى بلمسة دينية من خلاله يتم النهب الجديد، وبالتالي حتى أنه تم توزيع أو تم توسيع الدائرة التي المستهدفة. عندما رأينا ما تم تسريبه حول هذا القرار، هناك دائرة موسعة للأنشطة الاقتصادية التي يستهدفها هذا القرار، حتى وصلت إلى مستوى رواية الماء وإلى آخره، يعني حتى الأنشطة الصغيرة تم توسيع هذا الأمر ليشملها، وبالتالي هذه عملية قوننة لحالة من الحالات اللصوصية الهاشمية. هي ليست يعني هي أيضا مصدر جديد من مصادر الابتزاز ومصدر جديد من مصادر الدخل، ولكنه يحمل مسحة دينية، هذه هي ربما الفارق الذي يحمله هذا القرار. نعم، هناك من يقول أستاذ حسام يعني الحوثيين الآن يأخذون كل شيء وكل الأموال والإيرادات، فلما غضبتم من تحديد 20%؟ ما رأيك؟ حقيقة يعني ارتفعت الأصوات عاليا من اليمنيين ضد الهاشميين بشكل عام، وما نراه الحقيقة اليوم من إثارة هذا الموضوع بشكل كبير سواء من قبل التيار القومية اليمنية الذي يعني رفع صوته عاليا اتجاه هذا الأمر، ومن عموم الناس الحقيقة، لأن هذا الأمر كما قلت هو إمعان في محاولة إهانة المواطن اليمني، وليس فقط التمسح باسم الدين ومحاولة فرض هذا الأمر باسم الدين، وإنما هو أيضا محاولة في النهب كل ما تبقى الحقيقة لدى المواطن وفرض ذلك باسم الدين عليه وباسم يعني مصطلحات مختلفة. صحيح أن الهاشميون قاموا بنهب كل شيء، لديهم اليوم اقتصاد موازي تماما للاقتصاد العادي، لديهم اليوم شركات وأسماء هاشمية تتحكم بكل مفاصل النشاط الاقتصادي، من استيراد نفطي، استيراد مواد غذائية، حتى على مستوى المنظمات المحلية، يعني تقريبا في كل شيء أصبحت الدولة دولة هاشمية بامتياز ويمتلكون كل شيء. ولكن هذا الأمر هو وسيلة جديدة ولكنها كما قلت تحمل مسحة أو يعني لديها يعني ميزة لنقول أنها من جانب ديني وبالتالي ستحقق أكثر، وبالتالي يحاول الحوثيون فرضها لشرعنة المزيد من النفط. طبعا حينما يرفض المواطن لا يعني أننا نقبل، أو حينما نرفض موضوع 20% لا يعني أننا نقبل بأن يتم نهب الجميع، ولكن هذا لا يعني بأن يتم القبول بأنه ما دام قد نهبتم الكل إذن خذوا 20% ودعوا الحياة، لا، هذا الأمر مرفوض، لأن ما دام الأمر مرفوض والفكرة الهاشمية والدولة الهادمة الهاشمية مرفوضة تماما، فكل وإن كان حتى 1 من 100 فهو مرفوض، لأنه لا يقوم على مبرر اقتصادي ولا يقوم على مبرر إنساني أو ولا يحقق عدالة اجتماعية أو اقتصادية البحتة، إنما هو عامل يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار، يزيد من تكريس الطبقية واللا استقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع. هي عبارة عن شكل جديد من أشكال الجباية والضرائب، إلى جانب طبعا نظام الأنظمة التي تم فرضها، رهائن، فدية، نهب، حصار، كل هذه الحقيقة عوامل تهدم الاقتصاد، وهذا ما هو إلا إضافة لعامل هدم جديد تماما. وبالتالي رفضنا ل 20% هو نفسه رفض ل 1% أو رفض ل 100%. نعم، إذن
شكرا جزيلا لك الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. عودة إليك أستاذ نبيل. بالنسبة أستاذ نبيل للحوثيين الذين هم الآن يعني يسيطرون على موارد الدولة، يراكمون أيضا ثروات ضخمة، ما مدى يعني امتداد خطرها إلى ما بعد الحرب؟ لا شك أنه الآن نحن أمام جماعة شكلت أشبه باقتصاد موازي، اقتصاد حرب. هذا الاقتصاد أيضا يقوم على جزء منه على إمكانية نهب المنظم والعنيف لموارد الدولة ومقدراتها، فضلا عن إضفاء أيضا البعد الطائفي والبعد المذهبي والديني على مسألة مثل هذا النهب تحت مسميات الخموس والمجهود الحربي وما إلى ذلك من المصطلحات التي يتم التعاطي أو يتم ترويجها للناس من قبل هذه الجماعة. أنا باعتقادي أنه يعني ما حصل خلال 3 سنوات شيء مهول وكارثي في حياة اليمنيين على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وخاصة بالجانب الاقتصادي بدرجة رئيسية، أنه هناك اليوم اقتصاد موازي لاقتصاد اليمنيين. هناك يعني الحادثة التي تأتينا من صنعاء تحديدا، أنه هناك شبكات اليوم من يتم إنشائها من محلات الصرافة بشركات كبيرة، أيضا محطات النفط، أيضا معارض استيراد السيارات، أيضا الفلل التي يتم بناءها، أيضا والأبراج التي يتم تشييدها. قبل يومين يرسل لي أحد الأصدقاء من صنعاء بصورتين لبرجين تجاريين أو أشبه بمجمعات تجارية، إحداهما لأبو علي الحاكم والآخر لي أحمد حامد مدير مكتب الصمد. يعني هذا فقط في المستوى المكشوف من التعاطي مع الاقتصاد الموازي الذي تم إنشاؤه من قبل هذه الجماعة. يعني فهناك أيضا احتكار لكل ما له علاقة بأساسية الناس من المواد الغذائية، من الغاز، من كل هذا لا يتم إلا عن طريق مجموعة مقربة من التجار الذين أتوا بهم من صعدة ومقربين من هذه الجماعة ويمثلون الذراع الاقتصادي لهذه الجماعة، الذراع المالي. ويتم احتكار توريد واستيراد بعض المواد من عن طريق ميناء المخا، ميناء الحديدة إلى صنعاء والمناطق المجاورة لها، في عملية أيضا لإفراغ المفهوم التجاري والتنافس التجاري بين التجار وحصر هذه الأرباح وهذه الطريقة التجارية المسيسة في إطار جماعة معينة على حساب الآخرين الذين انسحب كثير منهم للمشاهد التجارية وتراجعت، بل هناك شركات أعلنت إفلاسها في صنعاء، منهم بعض رؤوس الأموال حفاظا على ما تبقى من أموالهم هاجروا إما إلى الحبشة أو إلى القاهرة أو إلى ماليزيا أو إلى تركيا. يعني أنه نحن أمام عملية إحلال اقتصادي في يعني استبدال النظام الاقتصادي السابق أو بمعنى الحياة الاقتصادية التي كانت قائمة بحياة جديدة خاضعة وأيضا ذات الطابع السلالي العشائري البحت المتعلق بعصابة الانقلاب التي تحاول من خلال السيطرة والتحكم على مصادر الثروة في اليمن إلى الإبقاء أطول فترة ممكنة، حتى في إطار ما حصلت هزيمة عسكرية لهم أو أي شيء من الاتفاقات السياسية أو ما إلى ذلك، ستظل ممسكة بعصب الاقتصاد من خلال هذه العملية التي قامت بها والنهب المنظم. نعم. يعني أمام هذا الترجيف أستاذ نبيل وهذا النهب المنظم وهذه التشريعات التي يريدون فرضها على اليمنيين، ما دور الحكومة وخاصة مجلس النواب الشرعي الذي يفترض أن يكون في عدن؟ مجلس النواب كان هناك قرار بتحويله إلى عدن، لكن الإشكالية تكمن أيضا أنه في الإشكالية الأمنية التي حاصلة في عدن. يعني نحن لا ننسى أنه في عدن اشتغل آخر، واشتغل موازي يصب أيضا في صالح أو في نفس الهدف الذي تسعى عليه الميليشيات الانقلابية في صنعاء، وهو تفتيت وإضعاف الدولة اليمنية وإحلال دولة الطوائف وأمراء الحرب بديلا عن الدولة وعن الشرعية واليمنية الاتحادية. وبالتالي أنا باعتقادي اليوم أيضا من أوجب الواجبات اليوم فيما يتعلق بهذه المسألة هو عودة مجلس النواب للانعقاد الدوري والعاجل في إطار العاصمة عدن أو في مأرب أو في أي مكان ممكن الاجتماع فيه، ويعني استئناف نشاطهم التشريعي والسياسي حتى يشعر الناس أن هناك عودة حقيقية للسلطة التشريعية في إطار هذا المناخ أو في إطار هذه التهريجية المسرحية التهريجية التي يقام
أو التي تقيمها ميليشيا الانقلاب في صنعاء، وتحاول شرعنة هذا الانقلاب من خلال مسرحية مجلس النواب الذي لم يعد يحضره أكثر من 100 عضو، أشبه ب يعني واقعين في صنعاء أشبه بإقامة جبرية لا حول لهم ولا قوة. إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ نبيل البكيري الكاتب والباحث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.